السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم نتحدث فيه عن السيرة الذاتية لوزير الصحة الجديد فوزي المهدي. وقبل البدء في الفيديو أرجو الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. أين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي أمس الاثنين 24 أود 2020 فوزي المهدي وزيرا للصحة؟ فوزي المهدي خريج كلية الطب بصفاقس، وهو مدير الخدمات الفنية والتدريب والبحوث الطبية بوزارة الصحة، وأستاذ في الطب الوقائي في كلية الطب بتونس. شغل الدكتور فوزي المهدي خطة مدير عام مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وتولى عدة مناصب في الإدارة العامة للصحة العسكرية من سنة 1996 إلى سنة 2007، وكان مسؤولا على ملف الصحة الإلكترونية، كما شغل سنة 2016 منصب مستشار لدى وزير الصحة.